بداية أود أن أشير إلى أمر مركزي وحساس. مجلس الوزراء اليوم وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وقد تكون المرة الأولى في تاريخ هذا البلد نضع خطة كاملة لمشروع وطني بامتياز كان يجب أن يبدأ منذ 40 عاما، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. بالمباشر اليوم مجلس الوزراء وافق على أن يكون لدينا هذه الخطة التي تبدأ اليوم بالموسم الموجود. نحن مزروع عندنا ما يقارب 50,000 هكتار من القمح الصلب والشعير. هذا الأمر رقم جيد، لكن نحتاج إرسال رسالة إلى مواطنين الفلاحين تقول على الشكل التالي: اليوم الحكومة اللبنانية تتعهد بأن تستلم كل المحاصيل من القمح على أنواعه والشعير عبر وزارة الاقتصاد. 1-2، اليوم نحتاج أن نساعد مزارعينا من خلال التسميد لهذا الموسم، من خلال التسميد، من خلال رش المبيدات، وأيضا من خلال تأمين البذور المؤصلة التي سنتعاون بها مع الهيئات الدولية المتخصصة. أتحدث عن أكساد، أتحدث عن إيكاردا، أتحدث عن كل المنظمات التي تعنى بهذا الملف. طبعا دون ذلك هناك إمكانات مالية يجب أن توضع. تواصلنا مع الهيئات المانحة والدول التي تقول أن أولوية الأولويات لكل دول العالم اليوم هو القمح. نرجع نسأل نفسنا السؤال التالي: إلى أي مدى اليوم نحن قادرون على تأمين للبنان ما يكفي أو ما يؤمن له حاجته الاستهلاكية من القمح؟ أقول لكم نحن في لبنان ما يقارب 330,000 هكتار موجودين يمكن أن يزرعوا بعلي ومسقي مروي. يمكن لقطاع القمح أن يستهدف ما لا يقل عن 100,000 هكتار، يعني مليون دنم. مليون دنم نضربهم بحد أدنى من 300 إلى 500 كيلو، مع أنه بدول العالم التي تروي القمح مرتين أو 3 مرات يصل معدل الدنم الواحد إلى 800 كيلو. وبالتالي نعم، هي أرقام جيدة وواعدة، لكن يجب أن نقف إلى جانب المزارع اللبناني حتى نحفزه أن يزرع القمح، لأنه نحن كل عمرنا كنا في سهل البقاع وسهل عكار ومرج عيون وحصبية. هذه كانت إهراءات تذهب إلى كل الدنيا قمحنا، فالحالي بنا أن نقف إلى جانب نحن اليوم حاجتنا الوطنية ومصلحتنا الوطنية. نحن عم نروح نستورد من كافة أقطار الدنيا، فلما لا أن نذهب إلى هذا الاتجاه. الحكومة اللبنانية اليوم أكدت أنها تلتزم بهذا الأمر، وهو مركزي حتى نبعث برسالة واضحة إلى الداخل وإلى الخارج، إلى الخارج متمثلة بالهيئات التي تحاول أن تساعدنا. وأنا أقول من هنا من على هذا المنبر، نحتاج الآن أولوية الأولويات هي القمح، تأمين القمح. سألت، اسمح لي، نعم القمح الطري حتى يكون في طحين. سألت أدي بدنا وقت، نحن هذا العام عندنا 50,000 هكتار، العام القادم إن شاء الله فيما لو مشت الأمور وسارت كما يجب ويرتجى لها سنصل إلى ما لا يقل عن 70,000 إلى 80,000 هكتار. هذا الأمر إذا بنعمل كالكول صغير هيك بسيط حول عملية حسابية بنشوف أنه ممكن أن نؤمن من 30 إلى 35% من حاجة السوق الوطني. طبعا هلأ من موسم بعد شهرين بدنا نقطف، بدنا نحصد. لا، هاي السنة في عنا 50,000، بس ما في كتير طري، لأنه برجع بقول أحد الشياطين كان يروج ويقول نحن ما بنطلع بأرضنا قمح طري، نحن أرضنا أرض شهداء وما فينا نطلع قمح طري. شو هالحكي هاد؟ هاي نكتة كبيرة. نعم اسمحي لي أرجوكي، كان في حدا مستفيد من ضرب القطاع، قطاع القمح. نحن نقول بالفم الملآن سنذهب بهذا الطريق حتى النهاية. ما بيضرنا أبدا نحن نكون بلد مكتفي ذاتيا بالقمح. بتقول لي أنت ممكن كتير هذا الأمر، نحن نذهب بالأمل والرجاء كتير. بقول لك نعم، اليوم يحدون الأمل أن نخرج من عنق الزجاجي. هذا الوطن يحتاج همة كل واحد فيكم. أنتم كإعلاميين، الدور الإعلامي المركزي اليوم هو في الضخ الإيجابي في هذا الاتجاه. الأمر الثاني هو الوقوف إلى جانب مزارعينا وهذا القطاع. والأمر الثالث والأهم هو بناء الثقة ما بيننا كلبنانيين وما بين اللبناني والخارج. والله بالنسبه لي حضرتك، اسمحي لي هلا اتقمص دور الاعلامي، لانه انا جاي من 25 سنه اعلام. انا في هذا الموقع لا يمكن لي ان ارى في كل الملفات الاساسيه والشائكه الا الملف الابرز والقمح. اساليني على القمح، اساليني عن القمح ما شئتي، وساجلي لك من هلا لبعد بكره. اما موضوع الكابيتال كنترول وخلف ابدا. نعم طبعا، وفي خلطة
وفي خلطة حضرتك بالقمح اليوم عم نحط 100% قمح أبيض. لا، نحن فينا نعمل 90% قمح أبيض و10% قمح آسي، وبالتالي لا نحن قادرون على هذا. الفتوش برمضان لا عن جد لا ما سمعت بدي برمضان كوزير زراعة أنا حجاوب على نعم، بس أقول حضرتك أسعار الموجودة بالسوق صعبة ومحزنة جدا وقاسية جدا. أنا كوزير زراعة بنزل أنا بشتري غراضي بلاقي إنه حرام يكون سعر كيلو لوبيا 100,000 طبعا 130 هذا امبارح 100. بتسأليني لي أنا بقول لك بسيطة جدا، الموسم اللي مرق هذا الشهر اللي نحن فيه شهر أزار أصعب موسم من 40 عام، تجي ساعة أضرت الإنتاج الخيام عنا بلبنان وأيضا في دول الجوار، عم بتحدث عن الأردن عم بتحدث عن سوريا. هذا الأمر رفع من أسعار الخضار على أنواعها بسوريا وبالأردن وعنا، وبالتالي نحن أنا كوزير زراعة مضيت الأسبوع الماضي على 1,000 طن من الخيار والبندورة والخس و الأسبوع القادم إن شاء الله سنوجه بهذا الإطار بنمضي 1,000، لأنه في زمن الصوم عند الإخوة المسيحيين ينعاد عليهم، وفي زمن الصيام عند الإخوة المسلمين ما فينا نقول إلا ما بنقدر إلا نكون نحن عم نحاول قد ما فينا نحارب الجشع ونخفض الأسعار، لأنه مواطنين للأسف ما بقى في عندهم شيء قتلوا فيه إلا هاللقمة وصحن الفتوش اللي عم يأكلوا. وشكرا، شكرا جزيلا لك.